بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مكملين كل يوم هدية من هدايا الرحمن، أعمال صالحة بسيطة جدا وسهلة جدا، لكن فيها ثواب ما خطرش على قلب إنسان. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. الهدية، أي ذنب تعمل؟ ذنب كبير قوي تتهز لي السماء، ذنب كبير اتعمل بنعمة نزلت من عند رب العالمين سبحانه وتعالى عشان ربنا يقولك أنا بحبك، كنت أنت أو أنا أخدت النعمة دي وعصيت بيها ربنا سبحانه وتعالى، جرأة على الله، فرحان وربنا غضبان عليا، أنا غفلان عن اطلاع ربنا وأنا بغلط الغلطة دي، وفي ثواني ربنا يقول لنا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام: قوم صلي ركعتين وقول لي أنا آسف يا رب، حقك علي، غفر الله له ذلك الذنب. يا نهار أبيض، قد إيه الواحد ممكن يتجرأ بالكلام ده على ربنا ويقول لك: يا عم ما أنا غلط وأبقى صلي ركعتين. لكن صدقني، ربنا سبحانه وتعالى كريم وبيحب العباد، واداهم الهدية دي لأسباب جميلة جدا. رقم واحد، لازم يترسخ جوه قلوبنا فكرة انتظار المغفرة الدائم وليس التربص بالعقاب والانتقام. ربنا مش متربص لحد أول ما يغلط يقوم ربنا على طول بينتقم منه أو يعاقبه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: اللي في انتظارك أبواب المغفرة، أبواب الرحمة، أبواب الرضا، أبواب العفو، مش العقاب والانتقام. كتب ربكم على نفسه الرحمة. الفكرة دي لما تترسخ الحب هيكبر قوي بينك وبين ربنا، وهتعيش وانت مطمن لربنا، ما عندكش سوء ظن في الله، إنما عندك دايما انتظار للخير من رب الخير سبحانه وتعالى. ربنا علمنا إن ركعتين بساط جدا يغفروا أكبر ذنب في الدنيا، لأن ربنا بيحب المغفرة. حاجة تانية مهمة كمان، تعرف ربنا ادانا الهدية دي ليه؟ عشان يعلمك إن في عبادة بالقلب كبيرة قوي اسمها عبادة الإحساس بالجرم. أنا حاسس إن أنا غلط، أنا ببشريتي غلط، لكني جوه قلبي مليان بالإحساس بالتقصير والكسوف والحياء من الله، فده اللي رجعني لربنا، لأني شعرت وقتها إني محتاج أخضع للي زعلته وغضبته عليا. عبادة قلبية عالية جدا إنك تشعر بالحياء والجرم في حق حبيبك وسيدك ومولاك ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده النبي قال: اللي يذنب فيتوضأ، والفاء في اللغة العربية تفيد الترتيب والتعقيب، يعني على طول بعد ما تغلط على طول قوم اتوضأ وصلي. كان ممكن يقول ثم، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، يعني بعدين، لا، أول ما تغلط وتحس إن غلطت اتوضأ. كأن ربنا بيقول لك: أنا بحب الناس اللي بترجع بسرعة، لأن رجوعك بسرعة يدل على حبك الكبير لربنا. المشكلة مش في الذنب، المشكلة في تسويف التوبة. فجات الهدية الكبيرة من رب العالمين، كأنه بيقول لك: أنا مش بحب بعدك عني، أنا بحب قربك مني. هدية النهاردة ركعتين بعد ما تتوضى، بسببهم ربنا يغفر لك أي ذنب مهما كان كبير لو قبلت هدية الرحمن.